السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الصف الثالث. درس اليوم استعمال الضرب للقسمة على 6 و7، الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الفيديو القسمة على 6 و7 عن طريق التفكير في كيفية الضرب في هذين العددين. أبنائي الطلاب، فلنفتح الكتاب صفحة 181، فقرة أحل وأشارك. هناك 18 طفلا في صالة تدريب الكاراتيه، وقفوا في صفوف مكونة من 6 أطفال لإظهار مهاراتهم. ما عدد صفوف الأطفال التي تكونت؟ ما رأيكم ببعض الأسئلة لفهم السؤال؟ هيا بنا. ما عدد الأطفال في صالة تدريب الكاراتيه؟ نعم، أسمعك. أحسن، 18 طفلا، رائع. ما عدد الأطفال في كل صف؟ أحسنتم، 6 أطفال. ما المطلوب منك إيجاده في هذه المسألة؟ رائع، عدد صفوف الأطفال التي تكونت. ما رأيك يا حمد؟ كيف يمكننا حل هذه المسألة؟ يمكن استعمال التبرير المنطقي. نعم، ما العلاقة بين الأعداد في هذه المسألة؟ أوقف الفيديو، حل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بكم أبنائي الطلاب من جديد، فلنستمع لبعض الحلول المقدمة منكم. أهلا يا حسن، كيف حللت السؤال يا بني؟ أستاذي، لقد وضعت 6 أطفال في صف هكذا، واستعرضت عنهم بدائرة، ثم 6 ثم 6. إذن 3 ضرب 6 يساوي 18، ومن حقيقة القسمة التي تعلمناها، إذن 18 تقسيم 6 يساوي 3. هناك 3 صفوف أطفال يا أستاذ. أحسنت يا بني حسن، فلنستمع إلى إجابة أخرى. أهلا بك يا خليفة، كيف حللت السؤال يا بني؟ أستاذي، يمكنني استعمال حقائق الضرب التي أعرفها. المطلوب مني إيجاد 18 تقسيم 6، لكني أحفظ جدول الضرب. 6 ضرب 1 6، 6 ضرب 2 12، 6 ضرب 3 18. لأن 6 ضرب 3 18، بإمكاننا أن نكتبها 18 تقسيم 6 يساوي 3. إذا تكونت 3 صفوف أطفال. رائع يا خليفة، مبدع. إذا يا أبناء الطلاب، كانت إجابة حسن تعتمد على رسم صورة واستعمال العلاقة العكسية بين الضرب والقسمة لحل المسألة، بينما كانت إجابة خليفة استعمال حقائق الضرب والعلاقة بين الضرب والقسمة. ما الذي توصلنا إليه أبنائي الطلاب؟ أولاً، أنه يمكن لحقائق الضرب المرتبطة أن تساعدك على إيجاد ناتج القسمة. ثانياً، لإيجاد ناتج القسمة يمكنك استعمال حقيقة الضرب المرتبطة بها. ننتقل أبنائي الطلاب إلى صفحة 182. السؤال الأساس، كيف أقسم على 6 و7؟ الآن المثال. قطفت ريم 48 حبة ليمون من شجرة الليمون لتوزعها على صديقاتها بالتساوي. وضعت الليمون في أكياس يسع كل كيس منها 6 حبات ليمون. ما عدد الأكياس التي استعملتها؟ فلنطرح بعض الأسئلة. ما هو العدد الإجمالي لحبات الليمون؟ نعم، 48. كم سعة كل كيس؟ 6 حبات. أحسنتم. ما هو المطلوب في هذه المسألة؟ نعم، ما عدد الأكياس؟ ماذا تريد أن تفعل ريم؟ نعم، أن توزع الليمون على صديقاتها بالتساوي. ما العملية الحسابية؟
تفضل يا حمد. يمكنني القسمة لإيجاد عدد أكياس الليمون. المطلوب أن أجد 48 قسمة 6. لدينا 48 حبة ليمون، نضع 6 في كيس، يتبقى لدينا 42. نضع أيضا 6 في كيس، يتبقى لدينا 36. أيضا 6 في كيس، يتبقى لدينا 30. كل مرة ينقص 6. أيضا يتبقى لدينا 24. 6 في الكيس، يتبقى لدينا 18. أيضا 6، يتبقى لدينا 12. وهكذا حتى لا يتبقى لدينا أي حبة ليمون. كم كيس لدينا يا أبطال؟ فلنعد. هيا بنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نعم، الناتج 8. أهلا بك يا علي، بما تفكر يا بني؟ أستعمل مسألة الضرب لفهم مسألة القسمة. ما تفكر فيه؟ ما العدد الذي إذا ضرب في 6 يكون الناتج 48؟ ما هو العدد الذي إذا ضرب في 6 يكون الناتج 48؟ ما رأيكم يا أبطال؟ نعم، 8. وما أكتبه حقيقة القسمة 48 قسمة 6 تساوي 8. إذن استعملت 8 أكياس. ننتقل الآن أبنائي الطلاب إلى فرع سي. قطفت ريم حبة ليمون إضافية، فأعادت توزيع حبات الليمون بحيث وضعت 7 حبات ليمون في كل كيس. ما عدد الأكياس التي استعملتها الآن؟ ماذا قطفت ريم يا أبطال؟ نعم، حبة ليمون إضافية. ما سعة كل كيس؟ 7 حبات. ما المطلوب؟ ما عدد الأكياس التي استعملتها الآن؟ أجد 49 تقسيم 7. 49 العدد الإجمالي، كان لديها 48 وقطفت حبة ليمون إضافية. تقسيم 7 لأنها تريد أن تضع 7 حبات ليمون في كل كيس. سنحل هذا السؤال باستخدام الطرح المتكرر. 49 ناقص 7 42، ناقص 7 35، ناقص 7 28، ناقص 7 21، ناقص 7 14، ناقص 7 7، ناقص 7 0. هكذا نتوقف من عملية الطرح. كم مرة طرحنا يا أبطال؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن ناتج القسمة هو 7. نعم صحيح. أهلا بك يا سعيد، بما تفكر يا بني؟ تفضل. أستعمل مسألة الضرب لفهم مسألة القسمة. نعم صحيح. ما تفكر فيه؟ ما العدد الذي إذا ضرب في 7 يكون الناتج 49؟ بمعنى رقم ضرب 7 يساوي 49. ساعد سعيد يا أبطال. نعم 7، أحسنتم. لكن ما أكتبه 49 تقسيم 7 يساوي 7. نعم صحيح. إذن استعملت 7 أكياس. الآن جاء دوركم أبنائي الطلاب لإقناعي بحلكم. أرسم لوحة الأجزاء باستعمال الأعداد 36 و6 و6. أكتب حقيقة القسمة وحقيقة الضرب المرتبطة التي توضحها لوحة الأجزاء. ماذا سنستخدم؟ نعم، لوحة الأجزاء. ما هي الأعداد المستخدمة؟ نعم، 36 و6 و6. المطلوب من هذا السؤال يا أبطال أن نكتب حقيقة القسمة وحقيقة الضرب المرتبطة. الآن أوقف الفيديو، حل التدريب، ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. هيا بنا أبنائي الطلاب، فلنستخدم لوحة الأجزاء. 6
نكررها 6 مرات، والإشارة جمع بمعنى 6 زائد 6 6 مرات. كم يكون الناتج يا أبطال؟ أحسنتم، 36. إذن حقيقة الضرب المرتبطة بلوحة الأجزاء هي 6 ضرب 6 يساوي 36. حقيقة القسمة المرتبطة بحقيقة الضرب 36 قسمة 6 يساوي 6. نعم صحيح، أحسنتم. السؤال الأساس، كيف أقسم على 6 و7؟ الجواب، يمكننا استعمال العلاقة العكسية بين الضرب والقسمة لإيجاد حقائق القسمة. مثال توضيحي، هذا مثلث، 6 ضرب 5 يساوي، نعم، 30. أحسنتم. الآن العلاقة العكسية هي القسمة، 30 تقسيم 5، الناتج 6، أو 30 تقسيم 6، الناتج 5. نعم صحيح. مثال آخر، 7 ضرب 3 يساوي، نعم، 21. العلاقة العكسية، 21 تقسيم 3 يساوي 7، أو 21 تقسيم 7 يساوي 3. هيا بنا أبنائي الطلاب لنبدأ بحل المسائل. فلنفتح الكتاب صفحة 183 وعبر عن فهمي، أبرر منطقيا. كيف يمكنني معرفة أن ناتج 42 تقسيم 6 أكبر من ناتج 42 تقسيم 7 من دون إجراء عملية القسمة؟ المطلوب في هذا السؤال أن نبين أن 42 تقسيم 6 أكبر من 42 تقسيم 7، لكن من دون إجراء عملية القسمة. أبنائي الطلاب، فلنوقف الفيديو ونحل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بكم من جديد أبنائي الطلاب، هيا بنا لنحل السؤال. نلاحظ أبنائي الطلاب أن المقسوم في هذا السؤال هو 42 ويقع قبل عملية القسمة. نعم صحيح. والمقسوم عليه هو 7 و6 على التوالي، وتقع بعد عملية القسمة. أبنائي الأعزاء، في حال كان المقسوم هو نفسه، نلاحظ أنه 42 عندما يزيد عدد المجموعات في المقسوم عليه، نلاحظ 7 أكبر من 6، يقل عدد العناصر في كل مجموعة، بمعنى أن ناتج المسألة الأولى أقل من ناتج المسألة الثانية، وسنوضح ذلك بالمثال التالي. لدينا 42 حبة من الليمون، سنوزعها على 6 مجموعات. فلنبدأ، 6 حبات من الليمون في كل مرة، هكذا نوزع وبالتساوي حتى ننتهي من جميع حبات الليمون. أحسنتم يا أبطال، لقد انتهينا. الآن في كل مجموعة 7 حبات، بمعنى 42 تقسيم 6 يساوي 7. الآن سنعيد التجربة ونوزع على 7 مجموعات. فلنبدأ، في كل مرة سنوزع 7 حبات من الليمون بالتساوي حتى ننتهي من جميع حبات الليمون. نعم، هكذا نكون قد انتهينا. نلاحظ وجود 6 حبات من الليمون في كل مجموعة، بمعنى 42 تقسيم 7 يساوي 6. الاستنتاج، في حال كان المقسوم هو نفسه، عندما يزيد عدد المجموعات يقل عدد العناصر في كل مجموعة. ننتقل الآن إلى
أطبق فهمي في التمارين من 3 إلى 8، أكتب حقيقة الضرب المرتبطة ثم أجد ناتج القسمة. الآن سنحل الأسئلة 3 و5 و7 و8. المطلوب أولاً كتابة حقيقة الضرب المرتبطة، ثانياً إيجاد ناتج القسمة. فلنوقف الفيديو ونحل التدريبات ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. هيا بنا. أهلاً وسهلاً من جديد أبنائي الطلاب، أنهيتم الحل؟ رائعين، حلولكم رائعة. السؤال الثالث، 36 تقسيم 6، حقيقة الضرب المرتبطة هي رقم ضرب 6 يساوي 36. كيف نفكر في حل هذه المسألة؟ كم مرة يجب أن أكرر العدد 6 حتى يكون الناتج 36؟ كم مرة؟ رائعين، 6. إذن ناتج عملية القسمة هو، رائعين، 6. أحسنتم. بنفس الطريقة سنحل السؤال الخامس، حقيقة الضرب المرتبطة هي رقم ضرب 7 يساوي 42. كم مرة يجب أن أكرر العدد 7 حتى يكون الناتج 42؟ أسمعك، نعم، 6. رائع. إذن إجابة القسمة هي 6. السؤال السابع، هذه مسألة قسمة تكتب على شكل القسمة المطولة. حقيقة الضرب المرتبطة هي فراغ ضرب 6 يساوي 24. كم مرة يا أبطال يجب أن أكرر العدد 6 حتى يصبح الناتج 24؟ نعم، رائع، أحسنت يا بني، 4. إذن ناتج عملية القسمة هو 4. السؤال الثامن، حقيقة الضرب المرتبطة هي فراغ ضرب 6 يساوي 30. كم مرة يجب أن أكرر العدد 6 حتى يكون الناتج 30؟ نعم، 5. إذن ناتج عملية القسمة هي 5. أحسنتم يا أبطال. هكذا نكون أبنائي الطلاب انتهينا من درس اليوم. سعدت باللقاء بكم، نلتقي مجددا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.